أنتم تتابعون برنامج كورة مع تركي العجمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم متابعين برنامج كورة على قناة خليجية في موعدكم الثابت 11:30 والذي نناقش فيه أحداث الكرة السعودية. نبدأ بعناوين الحلقة. الرابطة تدعم 1,000,000 ريال في حسابات الأندية بدوري جميل وتعتمد آلية 80% و20%. لجنة الانضباط تغرم قائد الشباب وحسن معاذ، والبرغان يكشف ليس من واجبات اعتماد الشكاوى بالتليفون. آل شرم يسدد دفعات اللحام الأسبوع المقبل ويقيل جوكي، والاتحاد يعطل الهلال بتعادل مثير في مباراة حملت جميع تفاصيل المتعة. التعاون يقلب طاولة المستحيل أمام الاتفاق ويعود بالتعادل في آخر ربع ساعة، والنصر يستضيف الرائد باحثا عن توسيع الفارق النقاطي عن أقرب منافسه. هذه عناوين الحلقة، نشوف أخبار شوت. أهلا بكم. أودعت رابطة دوري المحترفين السعودي مبلغ وقدره 1,000,000 ريال لكل نادي من أندية دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين، وهو عبارة عن استكمال كافة المستحقات المتبقية على الرابطة للأندية حتى نهاية شهر ديسمبر، وذلك حسب القرار الأخير الصادر من اتحاد كرة القدم السعودي حول الآلية الجديدة لتوزيع حقوق الرعاية بواقع 80% بالتساوي و20% حسب ترتيب الأندية مع نهاية الدوري، وبإيداع هذه المبالغ في حسابات أندية دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين، تكون الأندية قد حصلت على المبالغ المستحقة لها من بداية الموسم وحتى تاريخه. عاقبت لجنة الانضباط قائد نادي الشباب أحمد عطيف، وذلك لعدم تواجده في منطقة الفلاش انترفيو عقب مباراة الاتحاد بغرامة مالية قدرها 15,000 ريال. وكذلك عاقبت اللجنة اللاعب حسن معاذ لنفس المخالفة والتي حدثت عقب مباراة الشعلة بغرامة مالية قدرها 15,000 ريال. كذلك أكد رئيس لجنة الاحتراف عبدالله البرغان أن وكيل اللاعب عبدالله الحافظ المحترف بنادي الهلال تواصل مع اللجنة ولم يقدم أي شكوى رسمية، وذلك عبر حسابه بتويتر قائلا: بالنسبة لي كرئيس لجنة لست مطالب بالرد على المكالمات الهاتفية، فهناك سكرتارية متواجدة على مدار الساعة للرد على جميع الاستفسارات والملاحظات. وكيل اللاعب عبدالله الحافظ اتصل على سكرتارية اللجنة وأعطوا جميع العناوين والأرقام الخاصة باللجنة لتقديم شكوى، وحتى هذه اللحظة لم يصلنا أي شيء رسمي من الوكيل بخصوص أي شكوى. كشفت إدارة نادي الرمثة الأردني عن استغرابها الشديد من عدم التزام نادي نجران بتسديد قيمة المستحقات المالية المترتبة على احتراف لاعب الرمثة مصعب اللحام، وقام نادي الرمثة بمخاطبة الاتحاد السعودي. وفي نفس السياق أكد لبرنامج كورة هذيل آل شرمة رئيس نادي نجران بأن إدارة نادي على الفريق الأردني يفيد بالسداد خلال الأسبوع القادم. وفي جانب آخر أقالت إدارة الفريق النجراني مدرب الفريق المقدوني جوكيكا، وتم تعيين المدرب السوري نزار محروس. وصل إلى جدة صباح اليوم صانع الألعاب البرازيلي دي أوليفيرا المنضم حديثا للنادي الأهلي السعودي قادما من رومانيا، يرافقه مدير الاحتراف بالنادي الأهلي فهد برباع. وفي جانب آخر عقد المجلس التنفيذي لهيئة أعضاء شرف النادي الأهلي برئاسة الأمير خالد بن عبد الله اجتماعا ناقش المجلس فيه كافة الأوضاع التي صاحبت الفريق الأول وما قامت به إدارة النادي من اجتماعات ونقاشات مع المدير الفني فيتور بيريرا، إلى جانب تقييم المرحلة السابقة وما صاحبها من إيجابيات وسلبيات. وتطرق الاجتماع إلى مناقشة الأسباب الرئيسية التي أدت إلى إلغاء التعاقدات مع بعض اللاعبين الأجانب، وتم خلال الاجتماع أيضا الوقوف على الأسباب الرئيسية التي أدت إلى حصول عدد من اللاعبين على البطاقات الحمراء في الآونة الأخيرة والتي ساهمت في الإضرار بالفريق. كانت هذه أخبار شو. عودة مجددا للزميل تركي العجم. شكرا للزملاء، اسمحوا لي بداية الحلقة نرحب بضيفينا معنا في الاستوديو النجمين الكابتن فهد الهرفي. مساء الخير يا كابتن. مساء النور عليك يا تركي وعلى اخوي محمد وعلى المشاهدين. مساء النور ابو عبد العزيز.
كابتن محمد دعيه، اهلا وسهلا فيك. مساك الله بخير تركي، ومساء الله اخوي فهد والاخوان المشاهدين الكرام. اليوم اقيمت عده مباريات كلها مثيره، صح مباراه الهلال او الاتحاد والهلال اخذت هي اخذت الجو، بس في مباراه التعاون يعني اللي ما شافها بصراحه يعني فقد كثير من متعه كره القدم. مباراه كانت رائعه وتحبس الانفاس حتى اخر لحظه، نشوف اهداف مباريات اليوم وبالتفصيل ناخذها بعد الفاصل، لكن نشوف الاهداف. الدوري 6 مرات في الرياض و3 مرات في جده، وكره للعميد للاتحاد، يا سلام! عمر الذهب ما يصدي، وعمر الاتي ما ينزل ولا يتراجع، وعوده الكبير في مواجهه الكبار، هذا ذهب ما يصدي. لاعب باعصاب الجميع، كره للهلال في مكان سليم لناصر امام المرمى، ناصر يا سلام! عاد الزعيم، عاد الهلال، عاد البطل، عاد الموج الازرق، عاد سامي ورفاقه للمباراه عن طريق سالم. كره للمؤلف امام مكان سليم، يتسلم امام المرمى، الله! من له ماضي كبير يجب ان يعود، من كان شعاره اللي اقتربنا منها دقيقة الهلال في الدوري السعودي هذا الموسم. نواف العابد، نواف، نواف لا زال يحتفظ بالكرة، بيلعبها، يا سلام! دقيقتهم وراهم حيث ما رحلوا وراهم، الزعيم يعود في الدقيقة 90 من عمر المباراة، الزعيم يلعب العكاش خطرة اتفاقية ومحاولة كلو إلي نيكولا، يلعب جول، هدف اتفاقي أول، نيكولاي جورجي يسجل أول أهداف المباراة. مرحبا قادم، يحاول يعدي كلو، يحاول ويسجل جول، الله 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 على كلو، سجل هدف الثاني محمد كلو، يهيئ نفسه لكنو، يسجل 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 الاتفاق، يسجل الهدف الثالث للاتفاق، محمد كنو أفضلية اتفاقية، سجل اتفاقية ومحاولة جول، هدف أول للتعاون، هدف أول للتعاون، على طول التعاون يرد بهدف، يرد بهدف جمال وفول المنور ويسدد، الله الله على فوله، الله على فوله، سجل الهدف الثاني، سجل الهدف الثاني، هدف كرة اللعب ومحارب الراس، جول، الله على التعاون، الله على التعاون، سكر القصيف يسجل كرة استمرار المغربي، تسديده، الله! شعلة عملها، شعلة فعلها، وفي الرمق الأخير يظهر وجه الخير المغربي الخطير، في الدقيقة الأخيرة يسجل أول أهداف. لنا يومين نتكلم عن الحسن أمام الطير، والمخرج اللي عندنا، معلش لا تزعل مني يا مخرجنا، ما يفهم كورة بصراحة، يعني ما يفهم كورة، ما يحب الكورة، ما يحب الكرة، رجال ما يحب الكرة، مخرج في التلفزيون فنان بس بالكرة ما يعرف كرة. لما شاف هدف حسن الطير صراحة يصرخ فينا في السماعة، مبسوط بالهدف، الكرة الحلوة حتى اللي ما يحب الكرة يحب الكرة، تزعل مخرجنا بس أنا أقول يعني الهدف قديش جميل. فهد اليوم الهلال والاتحاد، والاتحاد والهلال مباراة كانت على أرض الاتحاد، تعادل اتحادي وتعادل هلالي. الاتحاد قدم خدمة لمن في مباراة اليوم؟ قدم خدمة لنفسه كفريق أو قدم خدمة للنصر؟ الهلال اليوم التعثر اللي حصل له لأي درجة ممكن يعيقه في مسابقة الدوري؟ تعليق لك. أول شيء يمكن اسمح لي قبل ما أجاوب على سؤالك أتكلم على الطير. يستاهل. أنا أقول اللاعب هذا يخلق فرق في فريق. يعني أنا أتخيل لو نيفيز في الشعلة، رغم في النيفيز لاعب كبير، هل بيخلق الفرق اللي يخلقه الطير؟ رغم الإمكانيات ورغم الناس اللي تلعب معاه.
جيب الطير لو انه بالنصر او بالهلال او كذا مع الامكانيات اللي يملكها اكيد حتفرق وحيزيد عطاءات وتألق. هذا دليل، معادلة تدل على ما يملك اللاعب هذا من، يعني الحين الطير احسن من نفس؟ لا انا ما اقول لك، اقول لك هو انا اشوفها في معادلة لاعب يخلق فرق، ما هو تقليل من نفيز، لكن لاعب يلعب مع الشعلة، مع احترام للشعلة هم نجوم ويستحقون كل ما قدموه، لكن أنا أقول لك يعني طبعا يفرق أنك تلعب في نادي مثل نادي الهلال. نفيز عندك مقاومات، عندك حلول، عندك إمكانيات، لكن تلعب مع فريق يصنع لك ويسوي لك كل شيء، رغم أنه يعني لاعب كبير ما هو تقليل منه. لكن في المقابل أنا أجيب كيف اللاعب اللي يخلق الفرق، الطير يحتاج له فريق يجيب له بطولات، يجيب له مراكز، يطلع يعطي، خاصة في المشاركات الآسيوية القادمة. أنا اللي أقول إنه اللي يتمنى من الأندية اللي بتشارك بالآسيوية إنها تحط عينها على الطير لأنه لاعب كبير. تحط عينها على واحد زي الطير، خلي الطير قاعد في الشارع مبسوطين فيه. خلي في قفصة. يجيبون واحد زيه يعني كويس، نبغى أكثر من واحد. أنا كده الحقيقة إنه الهلال والاتحاد اليوم، واليوم كان هو العلامة الفارقة وصنع الفرق في مباراة مثل مباراة الهلال. إحنا اليوم نتكلم عن الطير بصراحة. الاتحاد والهلال. مين خدم مين؟ أنا أعتقد أن الاتحاد خدم نفسه بأشياء كثيرة. أعاد مباراة الخمسة الماضية وإنها كانت يعني ظروف معينة المباراة الماضية، الظروف اللي يمر بها الاتحاد والصراعات والحراك الإداري اللي حادث الأسابيع هذه، هذه ردود الفعل. لما نقول لك كرة القدم منظومة إدارة وجهاز فني ولاعبين، هذا ما حدث. اجتمعوا حدجوا تبرعوا مكافآت أعطاء روح. اليوم شفنا روح الشباب اليوم على فكرة، ترى الأسبوع اليوم جولة أثمن وأغلى نقطة سواء كان للتعاون أو للهلال، اليوم أنا أشوف أنها أغلى نقطة له في الموسم أخذها من الاتحاد أو أن التعاون يأخذها من الاتفاق. أرجع لمباراة اليوم أقول ما في شك أن المستفيد النصر، لكن في نفس الوقت الاتحاد خدم نفسه. أعاد اليوم لما أشوف الروح والحماس، لما أشوف شباب الاتحاد يقدم هذه المستويات، لما أشوف التنظيم الهائل اللي في الملعب، لما أشوف الراهب وأشوف القاسم وأشوف العسيري في المحور وأشوف العمري وأشوف الغامدي وأشوف على فلاته ماذا يعمل اللاعب الكبير، لما في المباراة أشوف مثلا نيفيز وناصر الشمراني وفلاته، أكيد أني بشوف أهداف، كمية أهداف في المباراة، وهذا ما حدث لا يقلل. اللي أبغى أوصل له أقول لك الاتحاد خدم نفسه، في نفس الوقت الهلال فريق قوي، فريق قوي وتحتها ألف خط حطوا، لا تقول لي مدرب، لا تقول لي شيء ثاني، مع احترامي أنا أقول لك الهلال فريق قوي لديه حلول ولاعبين ونجوم يصنعون الفرق. محمد، الهلال اليوم وتعادله مع الاتحاد قديش بعد على الدوري؟ والاتحاد اليوم نفس السؤال، خدم نفسه ولا خدم نفسه؟ أول شيء تركي خل أتكلم عن الطير، يمكن قال فهد قال كلمة، قال إن الطير لو مكان نفز ونفز مكان الطير. أعتقد اللاعب اللي يخدم الفريق أعتقد إنه يبي أي نادي. الطير أنا متأكد 100% لو راح لأي فريق في الدوري عبد اللطيف جميل راح ينجح، لأنه لاعب أول شيء يصنع ويسجل. صح. يمكن ما بعد نفز بالدوري إلا لا كلاعبين يعني أجانب، هو عربي منا وبنا، بس ولكن احنا نسميهم دائما اللي من برا انهم لاعبين غير سعوديين، انه من الافضل يمكن لاعب بعد نفز اعتقد من اللاعبين الاجانب هو الطير. اول شيء يصنع وبعدين يمشي الفريق، يسجل، رتم الفريق يسرعه، رتم الفريق يعمل. شفنا الطير احنا بكذا المباريات الاخيره انه فرق من العام ترى على فكره الطير. صحيح. هو بارز، ودائما انا عجبني تصريح رئيس نادي الشعلة انه يقول احد يفرط بعيونه، يعني لو قال لك اعطني عيونك تعطيها اياه، صعب جدا انك لاعب زي هذا انه يستغنى عنه الشعلة او يتنازل لحد الانديه الكبيره. نفز لو راح للشعلة برضه يعمل الفارق، لانه لاعب اعتقد انه الكاريزما حقته انه يقدر يقود لك فريق لانتصارات، يقدر يصلح زي مواصفات الطير، ولكن هو طبعا هذا لاعب برازيلي وهذا لاعب مغربي. مباراة الاتحاد والهلال اعتقد انه عجبني تصريح سامي الجابر قبل يمكن تقريبا بعد المباراة الأخيرة اللي قبل مباراة الاتحاد، انه قال انه الفرق الدوري تلعب قدامنا غير، وهذا صحيح، وانا اتمنى كان اللاعبين حاسين بالشيء هذا، ان جميع الفرق اللي تلعب قدام الهلال تلعب مباراة بطولة، تلعب مباراة ضد اعلام، ضد جماهير، ضد شعبية كبيرة، ضد نادي كبير صاحب بطولات، ولا بد ان اللاعب الهلال انه يحس بالشيء هذا. انا اتمنى انه كل لاعب هلالي انه يدري
انه ما في هناك فريق صغير او فريق متصدر او في الوسط، كل الفرق اللي رايح تلعب قدامك كلها تلعب مباراه بطوليه. شفنا النهضه قدام الهلال احرجه، شفنا الفيصل كيف احرج الهلال، شفنا الشعله كيف احرجت الهلال. اعتقد انه الهلال اي لاعب واي مدرب واي جمهور ثاني يتمنى انه يتغلب على الهلال او يتعادل مع الهلال. هذا اللي حصل اليوم امام الاتحاد. اعتقد ان الاتحاد ما هو بالاتحاد اللي قدام الشعلة ولا الاتحاد اللي قبل كذا المباراه. اعتقد شفنا الروح والحماس، حضور الجماهير اليوم بعد كان ممتاز مره، ساعد لعيبه الاتحاد انهم يتفوقون على انفسهم. تعرف خبره اللاعبين للهلال لصالح الهلال، ولكن الشباب اعتقد انهم احرجوا لاعبين الخبره للهلال. صارت هناك اخطاء، عاد نحكي احنا في الامور الفنيه بعد الفاصل ان شاء الله. الانديه فهد تلعب قدام الهلال بطريقه مختلفه، مثل ما يقول محمد ولا كابتن سامي في تصريحه بعد المؤتمر الصحفي، انه الانديه تلعب امامنا بطريقه لا تلعبها امام الانديه الاخرى. ومحمد الهلال يؤكد على الكلام، يقول على لاعبين الهلال ان يعرفوا انهم يلعبون امام جماهير وانديه ولاعبين واعلام الفرق الاخرى. يقول محمد قبل شوي هدفها الفوز على الهلال او على الاقل التعادل معه. ايش رايك في هالكلام؟ والله يا تركي، يعني انا ما ادري، يعني يبغى الفريق ينهزم قدامهم. يعني كل من خبرت الهلال دائما كل الناس تلعب ضده. يعني من ايام محمد كل الفرق تلعب بحماس ضد الهلال، ضد النصر، ضد الاتحاد، ضد الفرق القويه. من انا كنت لاعب اعرف ان الفرق الصغيره تحب تلعب قدام اللاعب، لان راوغت لاعب كبير وله نجم وهو لاعب يحس انه كانه مراوغ عشرة، وانت العكس لما تلعب ضد فريق صغير وتراوغ لك لاعب ما عادي، لان معروف يعني انت لاعب كبير ولا لاعب منتخب ولا لاعب نادي. هذه نعتقد انها الهلال كل الفرق سجلت قدامه. الهلال ما عنده انضباط دفاعي. الهلال كل يتجرأ عليه. يعني اذا بتلعب معي بهالمستوى، تلعب معي بطريقه ما تدري وش الطريقه، انت تدافع ولا تهاجم ولا ذا، اكيد اني بسجل فيك. من ما سجل في الهلال، من ما كرر نفس الاهداف بنفس الطريقه ونفس الـ يعني ما ادري، انا ما ادري كيف نخلق. اذا لما نجي نقول لما تكون انت سيء وتعطي كل واحد، اكيد انه بيتجرأ عليك وبيفوز عليك وبيحاول فيك. انزل لازم تعترف الهلال فيه خلل، عندك قوه ضاربه، هذا الشيء الفني، انا اتكلم فني الان. عندك قوة هجومية ضاربة، عندك ثلث هجومي في ثلث الملعب من النواحي الهجومية. أنت فريق قوي وأنت أفضل فريق تهاجم تسجل أهداف في الدوري، وهذا معروف أرقاما. لكن عندك خلل في الانضباط الدفاعي. أنت لو تشوف الهدف الأول، لا يمكن تعطيني هالمساحة، واحد يترك المهاجم والثاني يغطي الإفصايد في نص الملعب في الدائرة في الهدف الأول، هذا ما قد شفتها. أنا اللي أشوف اثنين قدام واحد، يعني في خلل، في اهداف متكرره عليك كثير في الدوري. اما موضوع انك تقول لي فريق صغير يلعب قدامي، كل العالم اذا انت بتعطيني وجه عليك وتخليني العب ونجم واتالق، اكيد اذا كل مباراه انت ما تجيب التعادل الا في الدقيقه 90 والدقيقه 89، هذا دليل انك فريق قوي لكن عندك خلل، دليل ان عندك لعيبه ونجوم يشيلون لكن في خلل. هذا ما هو تحامل ترى ولا هو هدف، بالعكس، لكن هناك خلل معين. انت الهلال لما اجي انا اشخصه واقول هل الهلال يهاجم ولا يدافع، ما تقول في حلول فرديه، في نجوم، في كل واحد تحس في اجتهادات. اليوم في خلل، انا ما ابغى ادخل كثير لان اخذ وقت المباراه. طيب راح اتكلم، لكن انا اختلف مع محمد، اختلف طيب مع تصريح سامي في موضوع ان الكل طيب يلعب قدام. انا اعتقد ان كل الفرق تلعب قدامك. يعني الاتحاد، مباراه الاتحاد والنصر كيف كان الشوط الاول؟ الاتحاد ضد النصر في نتيجه 3-0 كان مولع اول نص ساعه، لكن النصر عرف يقتل المباراة بالأهداف، عرف يموت اللاعب، عرف يتحكم طيب في الكرة. محمد الموضوع ما هو موضوع اسمح لي محمد، الهلال يعطي الفرق وجه زي ما قال فهد، يعني الهلال خلى الفرق اللي قدام ما تتجرأ عليه. لما نرجع اليوم من مباراة اليوم إلى أول مباراة في الدوري كل الفرق سجلت في الهلال، هل هذا يخلي مثلا المباراة القادمة مثلا لأي فريق يقول لك والله إذا كل الفرق سجلت أنا بعد ما أسجل في الهلال، هل هذا خلى الفرق تتجرأ على الهلال؟ في وقت مثلا ما كانت عادي يقدر يتجرأ يهاجم الهلال، كانت كل الفرق امام الهلال تلعب بطريقه دفاعيه، انت ايش رايك؟ لا، كل الفرق اللي تلعب قدام الهلال تلعب بطريقه دفاعيه، تلعب على هجمات المرتده. عطني فريق قدر انه يهاجم الهلال من اول المباراه لاخر المباراه في الدوري هذا، ما في ولا فريق تجرأ. لا بس معلش محمد، طيب النصر اسمح لي فهد، النصر لعب ثلاث محاور محمد قدام الهلال، ثلاث محاور
يعني معناته انه طريقه دفاعيه اكثر من طيب انا بريحك بسؤال هجوميه ليش اسمح لي تركي انا بسالك سؤال ليش الفرق ما تجرأت على الهلال ايام كوزمين لانه كوزمين يلعب على الكره يلعب على الكره لا يلعب انضباط دفاعي لا تختلف يا اخي لا عند انضباط تختلف انت كوزمين عن جريتس عن باكيتا عن سامي ليش ما تجرأت ليش ما جابت فيه اهداف يعني هل النصر السنه هذه هو النصر العام قبل العام المدرب سوى فارق خلاص خلينا ما عليك من النصر خليك في الهلال لا لا الهلال لا الهلال هو العام وقبل العام هو بل زاد يعني انت ترجع الفيز وتدخل لي قبل ثلاث سنوات عطنا رايك انا رايك محمد انا اقول لك انا الهلال يلعب بطريقه هجوميه معروف كل الفرق تلعب على كره مرتده صح عندنا في ضعف وانا قلتها بعد الفاصل ممكن ندخل بالحاجات الفنيه هو دخل فهد بالحاجات الفنيه انا ما ادخل بالحاجات الفنيه احنا نتكلم عن المباراه بالتفصيل بنحللها لكن احنا نتكلم على نتائج عامه طوال الموسم يعني مثلا مباراه اليوم الهلال يعادل مرتين في مباراه العروبه الهلال يعادل باخر ثواني ويتقدم في صحيح. في مباراه الفيصلي النتيجه في اخر مباراه السؤال انه ليش الهلال دائما في اغلب المباريات يكون متخلف بعدين يروح يلعب لانه يلعب طريقه هجوميه من بدايه المباراه الى اخر المباراه والهلال يلعب ملعب الخصم لو تشوف الاهداف اللي جت بالهلال ترى كلها كوره في مرتده يمكن ثمان اهداف بطريقه واحده جت كلها كوره طالعه طيب. من الدفاع هذا خلل فني هذا خلل فني محمد طب احنا انا اقول لك احنا ما نتكلم عن المباراه اليوم ولا نتكلم عن الخلل الفني انا بجيك بالخلل الفني ان شاء الله اذا سمحني تركي طيب. لكن انا حكيك هو يقول لي ان الفرق تلعب قدام الهلال انا اقول لك الهلال يلعبون هجوميا وسط الهلال هجوم الهلال قوي دفاع الهلال في ضعف وهذه كذا حلقه اليوم جناح. الغيابات اثرت على الهلال في الخطوط الخلفيه اكيد 100% انها اثرت يعني في لخبطه صارت في المناطق الخلفيه واعتقد سامي لحتى الان ما وصل القناعه ان ياسر الشمراني انه يلعب يسار الزوري الشهراني يلعب الزوري كقلب دفاع مع سلطان والبيشي وينه البيشي يعني البيشي المفروض كريري واللاعب اللي اجى كاستيلو المفروض هذول محاور حتى طريقه التغييرات اللي صارت بدخول ياسر بدل كريري هذه خطا انت تشوف انه اول حل للهلال انه ياسر الشهراني لازم يروح يسار لازم يروح يسار لان قوته بالرجل اليسار الله يكرمكم يعني لما تروح بالجهه اليمين انت قتلته اصلا هجوميا طيب حنروح للفاصل بعد الفاصل راح نتكلم عن مباريات اليوم بالتفصيل وراح اسال محمد عن موضوع ياسر الشهراني لانه يتفق حتى مع كلام الكابتن نايف العنزي كان معنا من كم يوم يقول لو يجرب سامي ياسر الشهراني مباراه واحده في اليسار ما راح يخليه يروح يمين ابدا فاصل قصير بعده الاول الاتحاد يعطل الهلال بتعادل مثير في مباراة حملت جميع تفاصيل المتعة والشمراني واصل التهديد الرابطة دعم مليون ريال في حسابات الأندية بدوري جميل وتعتمد آلية 80% و20% لجنة الانضباط تغرم قائد الشباب وحسن معاذ والبرقان يكشف ليس من واجبات اعتماد الشكاوى بالتليفون الشرمي يسدد دفعات اللحام الأسبوع المقبل ويقيل جوكي والاتحاد يعطل الهلال بتعادل مثير في مباراة حملت جميع تفاصيل المتعه التعاون يقلب طاولة المستحيل أمام الاتفاق ويعود بالتعادل في آخر ربع ساعة والنصر يستضيف الرائد باحثا عن توسيع الفارق النقاطي عن أقرب منافسه أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من الحلقة كابتن فهد الرافي وكابتن محمد دعية هم ضيفا حلقتنا لنشوف تقرير مباراة الاتحاد والهلال قمة الجولة 17 من جميل أوفت بكل الوعود حين ظهر خلالها العميد والزعيم بثوب الكبار
احبتنا في كل مكان، اينما كنتم واينما تواجدتم، هذا اللقاء الخاص، هذه القمة الخاصة، هذا الحوار الخاص، قمة عربية طارئة تعقد هنا في مكة بين الذهب والزعيم، بين الأصفر والهلال، بين القطبين الكبيرين. شرارة البداية من الضيوف لم تكن كافية لإشعال فتيل اللقاء، والمختار فلاتة يختار قص شريط المباراة بكرة مرت بين أقدام الحارس الهلالي. وعمر الأتي ما ينزل ولا يتراجع، وعودة الكبير في مواجهة الكبار، هذا ذهب ما يصدي، هذا الأتي اللي تقدم عن طريق مختار فلاتة، اللي اختار أن يتقدم للعميد بأول هدف في المباراة. هدف أشعل المدرجات الصفراء والتي ما لبثت أن خمدت بعد أن أعاد سالم الدوسري الأمور لنصابها بتسجيله هدف التعادل. عميد اختار أبناؤه الظهور بأبهى حلة ليشاركوا جماهيرهم فرحة الاحتفالية بعامه 87، ورغم تألق السبيعي في كل مرة، إلا أن الدقائق الأخيرة من الشوط الأول لم تسلم فيها الجرة، والنمور يقتنصون الهدف الثاني. من له ماضي كبير يجب أن يعود، من كان شعاره الذهب لابد أن يعود. الاتحاد سواها بشبابه، سواها بشبابه. شوط آخر شهد مداً وجزراً بين بحارة الإتي وأمواج الزعيم العاتية، ولاعب الأزرق يتسابقون على إهدار الفرص، ومشهد الشوط الأول يتكرر ولكن بلون أزرق. ناصر الشمراني دقيقة 90 من عمر المباراة، الزعيم لا يستسلم، الزعيم لا يخسر في الوقت الحاسم من عمر المباراة. ناصر الشمراني، الله عليك يا ناصر. بدر الفايز كو. عبد العزيز ابدا معك المباراه. والله المباراه اول شيء يمكن طريقه اللعب سامي يعني اختلفت عن المباراتين اللي مضت، يمكن كانت يلعب 4-4-2 ثم غير فجاه صارت 4-5-1، بعض الاحيان سالم الدوسري يدخل مع ناصر كراس حربه، واعتقد هذه يمكن طريقه يبغى لها يعني تدريب، يبغى لها مباريات على اساس انك تتعود على الطريقه هذه. لا حتى الآن يعني للأسف الشديد إحنا قاعدين نعاني بالخطوط الخلفية. ياسر الشمراني يمكن لو هو بالجهة اليسار، والزوري لاعب كقلب دفاع مع سلطان، وسلطان البيشي أنا ما أدري أنا وينه اللاعب هذا، يعني أنا استغرب أنه ما هو موجود أو بالاحتياط، يمكن ما شفنا اليوم بالمباراة أنه شفنا الاحتياط مين. لكن سامي أعتقد أنه في حاجات بسيطة لو المفروض أنه سواها ممكن يطلع في المباراة فايز، لأنه أنت عندك قوة هجومية ضاربة لكن يحتاج لك أنت دفاع. أنت اليوم كاستيلو رجعته كقلب دفاع، سعود كريري الحالة المباراة اللي قبل هذه أنه سعود كريري هو اللي رجع ويا متعور الكوري،
وكاستيلو هو اللي لعب محور العكس مباراة اليوم. لكن للأسف أنه المفروض أنه الزوري هو اللي يلعب لأنه هو كان قلب دفاع الزوري مركزه الأساسي قلب دفاع، أنه المفروض أنه يلعب كقلب دفاع. وياسر القوة اللي احنا تكلمنا قبل الفاصل بشوي أنه ياسر لما تحطه باليمين تقتله قتل، لأن ياسر استخدم قدم الشمال، وقدم الشمال هي اللي تساعده على الرفع. يمكن بالقدم اليمين دائما لما ياسر المربع الأخير من الملعب يلعب أوفر يرجع يأخذ خطوة زيادة، يأخذ خطوة زيادة أو يرجع علشان انه يرفع برجله الشمال، وهذه اعتقد انها حتى راس حربه صعب. اليوم تم يعني كان في احراج لياسر كثير في الشوط الثاني، يعني فهد المولد ولاعبين الاتحاد كانوا نازلين طول الوقت عند ياسر الشهراني سبب له احراج. اي فريق ياسر طريقته الهجوميه اقوى من طريقته الدفاعيه ترى على فكره، حتى تكوينه الجسماني يعني لا كور عرضيه ولا كور هذا، انا تعرف قصر قامته، لكن نواحي الهجوميه هو قوي، حتى الاوفرات يمكن اللي يلعبها بالجهه الشمال يمكن اعتقد انه حتى ناصر وياسر يستفيدون منها، لانه يلعب الكره بطريقه قويه يخلي راس الحربه فعلا يتفاعل مع الهجمه ويعرف انه ياسر راح يرفع. لكن لما احطه هنا بالجهه اليمين لما احنا اول مهاجمين اول لما خلاص ترجع كظهير ترجع خلاص انك تدخل المهاجمين بالاوفسايد طريقه الرجعه هذه، لكن لما انت تصل المربع الاخير وترفع على طول اعتقد ان المهاجمين جايينك مدافعين. يمكن الرجع حقه هذا حقه ياسر دائما تخلي ناصر موقع اوفسايد تخلي ياسر موقع اوفسايد. اليوم المدرب الاتحاد يشتغل كثير على خانه ياسر الشهراني، والله وضعه الفهد المولد هو سريع عند ياسر اعتقد انه قلت خطوره، هو عارف انه واحد دفاعيه عند ياسر ما هي زي النواحي الهجوميه، لكن لما حتى الهدف بعض الهدف اللي مره كريري هو قاعد ينتظرها خطفها لاعب الاتحاد على طول لعبها وسجلوا هدف منها. لكن انا اقول لك انه احنا نعاني من المناطق الخلفيه، احضرنا كريري كمحور دفاعي مع كاستيليو اعتقد اللاعب الكوري اصيب، لاعب برازيلي توه لسه ما وصل الامس، عندك حلول انت. طب خلينا اسال سؤال الحين، ماجد المرشدي راح، يحيى مسلم أصيب، أصيب الكواك أصيب، عبد الله الحافظ، عبد الحافظ في مشاكل أيضا، أنا ما أعتقد إن أنا سمعت أمس إنه كل أعماله رافع عن النادي. لا ما صار شيء، تعرف إنه لأنه هو بالأولمبي يلعب أعتقد، ما لاعب سمح له إنه يروح يلعب مع الأولمبي صح؟ صح. طب هو ينزله سامي الجابر ينزله الأولمبي أكيد، إنه الجهاز الفني هو ينزله الأولمبي يعني هذا كان ممكن اليوم يكون خيار، كان ممكن يكون خيار جيد، ممكن خيار جيد، لان انت قاعد الحين افضل لاعب عندي كانه حضرت سعود كريري ومع كاستيليو اعتقد انهم قويين بالبلل هذا، يعني هذا ساتر دفاعي اي قلوب دفاع خلفها ما اعتقد انه من الصعب جدا انه. لكن ارجع ثاني مره سامي الجابر برضه 8 أهداف بطريقه واحده كلها في كوره الطويله. أنا أذكر أنه قلوب الدفاع لما تجي من الناحية اليسار أنه يكون الليبرو القلب الثاني، اليوم المفروض سلطان هو اللي خلف هو اللي يغطي كاستيليو، لأن من الجهة جيتك من الجهة اليسار كاستيليو نفس الطريقة. لكن أنا أشوف الحين للأسف أنه يلعبون على خط واحد ويلعبون على الأوفسايد، وهذه تكررت بكذا مباراة، يعني كذا الأهداف اللي جابها مختار كل مباراة نفس كذا، وغير كذا نفس اخطاء السديري وقعدها نفسه وبعد برضه اسبيعي انا كوره ورا نص الملعب مقطوعه من لاعب الاتحاد، انا وش اسوي بخط السته؟ طيب يعني المساحه ما بيني انا وخط السته، اقعد بخط السته وقلوب الدفاع اشوفهم عند قريبين للدائره، اقعد انا وش اسوي بخط السته؟ ترى مختار بلاته ما هو ذاك اللاعب السريع اللي زي فهد المولد، يعني ممكن لو صاير على راسه 18 اسباعي ممكن يلحق الكوره قبل فلاته، ممكن انه يشتت مخ فلاته يضايق ولما يجيه قلب الدفاع. لكن لما انا اكون بداخل خط سته وبصد كوره من الصعب جدا. طيب الاتحاد اليوم. الاتحاد هو لعب قد امكانياته، انا قلت يمكن برنامج صدى الملاعب البارح قلت الاتحاد راح يلعب بحماس وروح وبيلعب الهجمات المرتدة وبيلعب على الضعف دفاع الهلال، لأنه وقفت دفاع الهلال غير منظم. من عجبك؟ عطني 3 لاعبين في الهلال و3 لاعبين في الاتحاد، من عجبك؟
والله شوف، برغم الخطة الهدف الأول أنا فايز السبيعي اليوم توفق توفيق، وهو من نجوم المباراة صراحة. يعني صح أنه الهدف الأول يمكن أنا أنتقده فيه، ولكن أنه من نجوم المباراة، حنا نقول على خطأ ما نقول على المباراة بهذا. نفز اليوم هو موجود صراحة، يمكن جت كذا فرصة، يعني تسديدات ما هي تسديدات نفز اللي احنا نعرفها. الدوسري نفس الطريقة، سالم يمكن وضع مركز ما نقدر، لكن الأبرز أنا ما أعتقد أنه في هناك ما عدا يمكن سبيعي هو اللي. طيب في الاتحاد من عجبك؟ سم؟ في الاتحاد من عجبك؟ الاتحاد والله مختار، فلاته الغامدي يمكن والقرني صراحة الحارس. طيب. يمكن هذول من اللي عجبوني. أما بالهلال ما في إلا فايز السبيعي، رغم أنه الهدف الأول خطأ تكتيكي منه. طيب. فقط. فهد، الهلال والاتحاد. شوف، خليني أقول أول شيء، العادة دائما نقول إذا الفريق كان مستواه هابط نقول النجوم هم السبب، وإذا ارتفع نقول النجوم هم السبب. يعني ما نبغى نظلم لا مدرب ولا نظلم اللعيبة. اليوم اللعيبة، لعيبة الهلال، أنا بتكلم عن الهلال، في كذا لاعب اليوم اختفى ما كان موجود. طيب ليش السبب؟ اليوم سامي قراءته للمباراة كانت خاطئة. قوة الاتحاد وين؟ في محمد القاسم. أنت سألت محمد سؤال مهم، اللي هو كيف ياسر اليوم لقى ياسر الشهراني لقى ضغط من فهد المولد ومحمد القاسم الظهير اللي كان متألق اليوم. ليش؟ لأن سامي ما قرأ المباراة. اليوم سامي كان لاعب 4-4-2 بلاعب بتلعيب سالم الدوسري مع ناصر الشمراني كرأس حربة. طيب كذا لخبطت الفريق. نيفيز ما عرف يلعب، عبد العزيز الدوسري ما عرف يلعب، سالم صاحب المجهود وصاحب الفراغات واللعب على الطرف ومساندة الظهير والمدافع واللي أكثر لاعب يجيد الانضباط الدفاعي مع الهجومي، أنت عدمته ودخلته في 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 زنقة لعيبة في عمق الفريق الاتحادي. تقصد انه سالم وجوده في راس الحربه خلى الظهير الايسر مرتاح وخلى الظهير الايسر مفتاح ولازم كل شوي عند ياسر، واضافه الى لخبطته على نيفيز ما عرف يلعب، عبد العزيز الدوسري لم يلعب، عشان كذا هم ما ظهروا بالمظهر اللي كنا احنا نتعود انه يظهر، وكان خلل واضح من الفريق. وهذا على كلام سامي بين الشوطين، كان مفروض يقول كذا، لكن سامي ايش قال في المؤتمر؟ قال الارضيه سيئه. سبحان الله، الشوط الثاني تدارك، كيف تداركت بالارضيه السيئه؟ لكن تداركت انك ردعت سالم في المكان، فهذا معناته انك لم تقرا المباراه القراءه السليمه، وهذا نتكلم فني. اتمنى الهلاليين لا يقولون سامي وتعطى رايك فانا اقول لك لا، انا اقول هذا اللي حدث. هذا اللي حدث في الملعب الفني، واللي يبغى يتكلم كيف ياخذ اللي ياخذ، لكن اقول لك هذه الحقيقه. لكنك تطلع كل يوم تطلع تقول الفريق يدافع، الملعب الارضيه سيئه، الشوط الثاني عدلت، يا اخي اعترف انك انت لم تقرا المباراه جيده. الهلال لم نشاهد هذا الشوط الأول، وأنا أقول لو أحسن الاتحاديين الاستغلال سوء الانضباط الدفاعي في الهلال لحسم مباراة الشوط الأول بأربعة واحد. يعني كان هناك أربع فرص حقيقية للاتحاد لو استغلت، لولا بروز حارس الهلال كان أعتقد المباراة حسمت من البداية ولا تقدر تعود أو ترجع للمباراة. لكن يرجعك للمباراة هو حارس الهلال وإعادة سالم الدوسري إلى وسط. هذه بالنسبة للهلال. الهلال إضافة إلى سعود كرير لم يكن في الصورة اللي كان بالمفروض. المباراة اللي قبل كان يلعبها وسط أيسر، لما شفته اليوم كارتكاز محور توقعت أنه يعطي أكثر، لكن الفريق اعتمد على حلول ناصر، على اجتهادات سالم اليوم. أتفق أن سامي كان بالمفروض أنه ينزل العابد من بداية الشوط الثاني، أو يعني يعطيه وقت أكثر، لأن العابد لاعب كبير، لاعب يلعب في مناطق خطرة، وإحنا شفنا. أنا أقول لو استغلت الفرص الشوط الأول، ثم لو كان هناك خبرة لدى شباب الاتحاد خاصة في الهدف الثاني لو تشوفه، تحس أن لعيبة الشباب ما عندهم الخبرة الكافية في أنه ثلاثة لعيبة يروحون للعابد ولا تحسن التغطية لناصر، هو أبرز لاعب في المباراة وأبرز لاعب في الهلال. أنا أعتقد أن الخبرة لا في استغلال الفرص ولا في الهدف الثالث كان سبب. الاتحاد اليوم لعب بمستوى مغاير لم نشاهده، لا من روح، لا من ضباط، لا من توظيف. الهلاليين حتى في النواحي الدفاعية لا يجد يوظف اللاعب
يعني وقوفهم غير سليم، تغطيتهم غير سليمة كنواحي دفاعية. احنا شفنا الهدف الثاني للاتحاد، شفنا الهدف الأول كيف الفراغات، يعني التوظيف للاعب الدفاع وخط الدفاع لم يكن بذاك الطريقة السليمة. حروح الفاصل، قبل روح الفاصل سؤال مشترك لكم جميع فيما يخص سامي الجابر خلينا نقول والضجة اللي صارت بعد مباراة اليوم في مواقع التواصل الاجتماعي، لازال سامي الجابر هو الخيار الأفضل للفريق الهلالي تدريبيا محمد؟ نعم أم لا؟ نعم فهد. أنا أقول إنه نعم ولا لا. أنا أقول لك شوف، في مرات أقول سامي يعتمد على الشباب. هو قال نعم ولا لا؟ دقيقة لا 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 ها؟ هو قال نعم ولا لا؟ في نقطة، لأن في نقطة أبغى أعطي الجواب. اسمع أعطي الجواب عشان الوقت ما يضيع. وقول لي ليش؟ أنا بقول لك. أنا أتحكم فيك. طيب اسمع أي طيب أوكي. أنا بقول إنه لما أشوف سامي الجابر يتعاقد مع عطيف الصغير الحافظ الصغير ثم فجأة يجيب لي سعود كريري، أنا ما أدري ليش. هذه جهة خيار. أنا أقول لك الخيار نعم ولا لا؟ أنا ما أقول لك نعم ولا لا، أقول لك سامي الجابر محظوظ إنه يدرب الفريق مثل فريق الهلال، فريق قوي. ما اختلفنا. احنا نقول لك انا اقول هذا جوابي. احنا نقول لك نعم ولا لا، بتعطيني خيار ثالث؟ هذه توقف على الاداره، هذه توقف على اداره الهلال. انت ايش رايك؟ شلك من الاداره؟ انت ما حد صنع قرار، انت رايك عطى رايك. انا اقول الان انه يستمر، ما عاد يقدر في نص الدوري، ما تقدر انك تشيل مدرب. يعني يبقى؟ يبقى. فاصل قصير بعده ونعود لمواصله الحديث في البرنامج. التعاون يقلب طاولة المستحيل أمام الاتفاق ويعود بالتعادل في آخر ربع ساعة، والشعلة ينتصر بهدف على نجران. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من الحلقة. كابتن فهد العرافي وكابتن محمد دعيوه مضيفا حلقة الليلة. ترتيب الفرق بعد مباريات اليوم: النصر 42، الهلال 39، التعاون 27، الأهلي 24، الشباب 24، الخامس طبعا الشباب، السادس الاتحاد 22 نقطة، الشعلة ب 20 نقطة. الشعلة تقدم أربع مراكز في مباراة اليوم، الاتفاق 20 نقطة، في الثامن الاتفاق، التاسع الرائد رجع مركزين او لا من اخر جوله عنده اخر راجع مركزين، باقي لمباراه بكره. الفتح ونجران العاشر و11 12 و13 العروبه والفيصلي، الرابع عشر النهضه، في بكره عدد من المباريات في الفتح والشباب الساعه الثالثة وخمس عصرا، النصر والرائد الساعة ثلاثة والنصف إلا خمس عصرا، الفيصلي والعروبة ثلاثة ونص عصرا، والأهلي والنهضة في الثامنة مساء. هذا بحسب تطبيق دوري بلس. نشوف تقرير مباراة التعاون والاتفاق. استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام شهد لقاء دراماتيكي وأهداف ستة تقاسمها الفريقين. بدأ سيناريو هذه المباراة بالهدف الاتفاقي الأول عن طريق الروماني نيكولاي الذي أراح مدربه غوران وأغضب الجزائري روابع. نيكولاي جورجي يسجل أول أهداف المباراة، فرحة إضافية. العائد من الإيقاف كان العلامة الأبرز في المستطيل الأخضر، محمد كنو الذي سدد كرة رائعة سكنت شباك التعاون. الضيف تقدم لتقليص الفارق وأهمل مناطقه الخلفية، ومحمد كنو يظهر ويضاعف من صعوبة اللقاء على سكر القصر. سجل سجل الاتفاق، يسجل الهدف الثالث للاتفاق. الجميع كان يعتقد أن اللقاء انتهى، ولكن سكر القصيم أثبت أنه فريق قوي ومتماسك وقادر على العودة مهما كانت الظروف. بدر الخراشي يقلص الفارق قبل 15 دقيقة من نهاية اللقاء بمتابعة مميزة للكرة. أربع دقائق مضت على الهدف الأول، والمرعب إيفولو يطلق صاروخ أعلن معها الهدف الثاني
لفريقه. الله على فولو، الله على فولو، سجل الهدف الثاني، سجل الهدف. وبعد مرور دقيقتين على الهدف الثاني، شادي أبو هشهش يحرز التعادل برأسية، وخرج الفريقان بنقطة التعادل التي كانت بمثابة الخسارة للمستضيف. وصل التعاون من خلالها إلى النقطة 27، فيما زاد الاتفاق النقاط إلى النقطة 20. فهد، الاتفاق والتعاون. الاتفاق والتعاون يعني كأني بتذكر وكأنني أشوف مباراة الهلال والنصر 4-4. يعني فريق تقدم 3-0 يجعل هناك علامة استفهام، أنك في مباراتين يدخل في مرماك 7 أهداف، وهو الفريق اللي أشدنا بمدربه، أشدنا بالنقلة اللي صارت في الاتفاق، لكن ما حدث له في المباريات الأخيرة يعني تجعل الواحد يحط علامة استفهام. هل هي من اللعيبة والاستكانة والحماس؟ هل هي من المدرب؟ فأنا أعتقد أنه ما حدث اليوم يبين أنه هناك خلل في الاتفاق. في المقابل هناك فريق يستحق المركز الثالث، هناك فريق لما أنت تبغى تشوف عناصر مهمة في الفريق فأنت تشاهدها في التعاون. التعاون في تلاحم، في ترابط بين الجهاز الإداري وأعضاء الشرف واللاعبين والمدرب، خلق هذا الجو إلى أنه صار لا يقبل الهزيمة. أنه فريق يكون خسران في 8 دقائق يعدل النتيجة، أعتقد أنها أغلى وأثمن نقطة في هذا الدوري. لما أجي كرة التعاون كيف شايفك؟ كرة جميلة؟ نعم، كرة حلوة؟ أكيد أكيد أنها كرة جميلة وكرة حلوة. في كل خط، في كل عضو من الجسم تلقى فيه لاعب كبير وقوي، تلقى في كسنتر، كمحور أبو هشهش، كمهاجم إيفولو. أعتقد أنه هذولا يخلقون الفرق في أي فريق مع الروح والحماس والوجوه الشابة الموجودة من السعوديين في الفريق. أنا أعتقد أن التعاون يقدم موسم استثنائي لهذا الموسم. أنك تحقق تعادل و3 أهداف في مباراة مهمة، يجب أني أشيد بنقطة محمد كانو. أعتقد أنه لاعب كبير وله مستقبل صحيح. كبير. هذه يعني يكفيك العقل والفكر والإمكانيات، إضافة على البنية الجسمية اللي كنا نحن نتشكى أو نشتكي منها في الكرة السعودية. أشوف الهدف بدل الخراشي. شوف، يمكن في نقطة ثانية بقول، هذا اللاعب في كل نادي يسجل ما شاء الله عليه، هو قناص الحقيقة، واللاعب اللي ينزل ويغير نتيجة المباراة وتحتاجه، لاعب بديل تحتاجه، وهذا من النوع اللي يطبقونها. لكن خليني أقول لك شيء، الكل يتساءل يقول ليش الفتح تأثر رغم أن اللاعب ما هم مركزين عليه. عندك عدنان فلاتة عنصر مهم كان في الفتح وللأسف أخذ الفتح. أبو هشهش نفس الطريقة، عنصر مهم كان في الفريق الفتح وراح، وشوف خلق فرق عدنان فلاتة حتى أنه سجل بالفتح وهو اللي صنع الهدف الأول، ورجل الناس ما قاعدة تلاحظ ماذا يقدم، لكن بالفعل أنه ظهير عصري قاعد يقدم مثل ما حسين عبد الغني يقدم. وطبعا حسين بفرق اكثر، لكن اقول لك انه قاعد يقدم شيء كبير، اضافه الى الروح والحماس اللي قاعد يلعبه ابو هشهش للفريق، قاعد يعطي شيء اضافه لفريق التعاون. الحقيقه فريق التعاون ما يحتاج اني يعني امدحه او اقول شيء الكثير، لان نتيجه المباراه في 8 دقائق فريق خارج ارضه وامام الاتفاق ويحقق ما حققه من 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 هذه النتيجه الايجابيه، اعتقد انه يستحق ما هو فيه من مركز. محمد، احنا كلنا متفقين ان التعاون هو الحصان الاسود هذا الموسم. التعاون اعتقد انه قدم مستوى طيب في الفترات السابقه، قاعد يفوز، حصل على المركز الثالث كلها بجداره. لكن مباراه اليوم يعني يمكن تقريبا لو دفاع الاتفاق يمكن له قوي وحراسه الاتفاق قويه كان يمكن ربما نطعنا خاسر، لانه هو كان متاخر 3-1 3. وفعلا مثل ما قال فهد انه لاعب زي عدنان فلاته وزي ابو هشاش اعتقد ان الفتح خسرهم السنه هذه، وشفنا عملوا فارق كبير فريق التعاون مع ايفلو اللاعب الاجنبي الافريقي، اعتقد انه قاعد يسجل وقاعد يسوي الفارق مع فريق التعاون. الاتفاق مدرب الاتفاق ياما احنا مدحناه اول ما جاء، لكن في المباراة الأخيرة قاعد ياخذ نتائج كلها كبيرة. أعتقد أنه خط الدفاع والحراسة عنده يمكن فيها ضعف واضح، يمكن المدرب يمكن أول ما جاء
كلنا مدحناه وكلنا هذا، لكن آخر ثلاث مباريات أربع مباريات قاعد يخسر بأخطاء الدفاعية، زي ما ننتقد سامي الجابر بالنواحي الدفاعية، أعتقد أني أنتقد مدرب الاتفاق أنه ما أشتغل على النواحي الدفاعية. لما أنت تكون متقدم 3-1 إيش تحتاج؟ تحتاج أنك تلعب الهجمة المرتدة. عندك ما شاء الله سلطان البرقان في نص الملعب كمحور مع محمد كانو، أعتقد أنهم مسوين شغل في نص الملعب. عندك مهاجمين برضو الأفريقي، أعتقد أنه قاعد يسوي وقاعد يتعب في المباراة. لكن النواحي الدفاعية أعتقد أنه الاتفاق واضح أنه يعاني كثير، لأن النتائج الكبيرة اللي قاعد يحصل عليها الفريق أعتقد أن هذا يعني علامة مؤشرة أنه المناطق الخلفية عند الاتفاق بالذات من الأظهرة من قلوب الدفاع ومن الحراسة، أعتقد أنه لابد مدرب الفريق أنه يعالج الأخطاء الفنية هذه. فاصل قصير بعده نعود لمواصلة الحديث في البرنامج. النصر يستضيف الرائد باحثا عن توسيع الفارق النقاطي عن أقرب منافسي. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من الحلقة، كابتن فهد الريفي وكابتن محمد دعيهم ضيف حلقة الليلة. نشوف تقرير عن نجران والشعلة. على ملعب الأخدود بنجران الشعلة تحرق المارد وتسقطه على أرضه وبين أنصاره بهدف من كرة ثابتة متقنة نفذها المحترف المغربي حسن الطير، خطف من خلاله نقاط مواجهة نجران في افتتاح الجولة 17 من دوري جميل. يظهر وجه الخير المغربي الخطير في الدقيقة الأخيرة، يسجل أول أهداف الضيوف في مرمى نجران، أول أهداف الشعلة. الشوط الثاني وفي بداياته الشعلة يخسر ماجد المحمد بالبطاقة الصفراء الثانية. حاول الفريق النجراني الضغط المتواصل على مرمى الشعلة لإدراك التعادل، إلا أن الفريق الزائر تمكن من المحافظة على شباكه بتألق الحارس سعيد الحربي. بهذا الفوز ارتفع رصيد الشعلة لعشرين نقطة في المركز السابع مؤقتا، فيما تراجع نجران للمركز الحادي عشر بثمانية عشرة نقطة فقط. فهد، الشعلة ونجران، يعني اعتقد النقله اللي حدثت في الشعله هي من ماكيده مدرب الفريق. مدرب يمسك الفريق لا يوجد لديه الا نقطه واحده، ثم يحقق اعتقد 19 نقطه مع الفريق، عرف كيف يلعب بامكانيات الفريق بحلوله، عنده لاعب خلق الفرق في اكثر من 6 مباريات وهو يسجل ويعني يصنع وكان كل وراء نتائج الفريق. اليوم قراءه المباراه كانت جيده، رغم انه انا اقول ان نجران اليوم ترى قدم مباراه حلوه رغم تكامل الفريق، كان في مصعب، كان في يعني حمد اللاعب، كان موجود البرازيلي بعد عودته سانتوس، لكن اعتقد انه ما احسن استغلال فرص كثيره، خاصه البرازيلي كان بعيد عن جو المباريات. قدم مباراه حلوه نجران، لكن اعتقد انه الشعله عرف وش يبغى من المباراه وقدر يحسمها رغم النقص اللي حدث له. محمد، انا اشوف الشعله صراحه يمكن فريق كان قبل الأخير يصير السابع، أعتقد أنه هذا شغل مدرب. من يوم تغير المدرب
والفريق كله تغير. أعتقد أنه فريق متكامل يلعب بطريقة على الهجمات المرتدة خارج أرضه وداخل أرضه، يلعب سواء فريق كبير ولا فريق صغير. أعتقد أنه قاعد يهاجم، أنه لاعب صراحة يفرق اللي هو حسن الطير. أعتقد أنه لاعب هداف، لاعب صانع، لاعب يتحكم بالفريق، يسرع رتم الفريق، يقلل رتم الفريق. فريق نجران كان بداية الدوري كان ممتاز، ولكن وضح أنه في عامل نفسي. أعتقد أنه استقالة المدرب اليوم أو إقالة المدرب، يعني بالمؤتمر قال أنا استقلت، والرئيس النادي قال إحنا أقلنا المدرب، ما ندري هو الاستقال ولا يقيل، لكن هو راح عموما. لكن تعرف التوقيت هذا يمكن هو قاعد يحقق معك نتائج، لكن فيه نواحي إدارية لابد أنه على إدارة نجران أن تدارك الشيء هذا. ما هو تغيير مدرب ممكن أنه زي الشعر جائز، بس لكن الوقت هذا أنه تعرف وقت ضيق، يمكن ما بقى إلا تقريبا 8 جولات، ممكن الفريق يتراجع أكثر. المناطق الخلفية تعرف الفرق كلها فرق نقطة نقطتين، أعتقد أن هذا خطر على نجران. نجران قاعد يقدم نفسه السنة هذه بداية الدور الأول كفريق قوي، لكن تراجع بالمباريات الأخيرة. أتمنى إن شاء الله نشوف نجران أنه يراجع حساباته سواء إدارة الفريق أو يحضرون مدرب على مستوى عالي أنه يشتغل على العامل النفسي، لأنه الآن إحنا بالدور الثاني. أعتقد أنه كلياقة فريق أنها موجودة، كلعب وطريقة لعب موجودة، لكن العوامل النفسية هي مشكلة لاعبي النجران. طيب أشوف تقرير عن مباراة النصر والرائد. الرائد الفريق المتماسك، والنصر الفريق الذي يبحث عن استغلال فرصة تعثر الهلال اليوم أمام الاتحاد. تعال. في قلب الدرة المتصدر يستضيف الرائد في لقاء ضمن الجولة 17 من دوري عبد اللطيف جميل السعودي للمحترفين. النصر يدخل هذا اللقاء وهو في قمة الترتيب العام للفرق ومنتصر في 13 لقاء، ولن يقبل أن يهتز من رائد التحدي في لقاء الغد، ويريد الذهاب بعيدا للنقطة 45. بينما رائد التحدي والذي تعادل مع الليوت في لقاء الجولة الماضية والذي يتطور شيئا فشيئا هذا الموسم يسعى جاهدا لكسب نقاط العالم بأي حال من الأحوال ومغادرة المركز الثامن متقدما للأمام بالنقاط 23. فهل يكمل العالم مشوار الانتصارات ويقهر تحدي الرائد؟ أم أن رائد التحدي سيفعل ما عجز عنه البقية؟ فهد، النصر والرائد. والله شوف، الكل الآن صار يتكلم على أن النصر صار بطل الدوري، الكل الآن يتكلم على أن الفرق 6 نقاط، وأنا أتمنى أن الجماهير النصراوية واللاعبين يعون أن إلى الآن الفرق هي 3 نقاط وليس 6 نقاط. لما تفوز ذاك الوقت يكون 6 نقاط، هذه واحدة. الشيء الثاني، أعتقد أن النصر أمام مهمة كبيرة، أن الإعلام الآن سيتكلم على أن البطولة، أن النصر بطل الدوري، وأنا أعتقد أن منافسه فريق قوي وقادر على الرجوع وقادر على أخذ بطولة الدوري. لكن الكل يشيد بالنصر وما يقدمه في كل مباراة. النصر يقنع النقاد والجماهير بما هو يقدمه. أنا أتمنى من كارينهو في المباراة الأخيرة أنه عمل على تحسين وضع التمريرات الخاطئة اللي أنا أول مباراة أشوف للنصر، وهذه عبارة عن الثقة الزائدة وعن قلة الروح والحماس. تمريرات، كمية تمريرات خاطئة لم أشاهدها في مباريات النصر الماضية ككل. هذه نقطة. النقطة الثانية، أنا أعتقد أن النصر بأي تشكيلة هو قادر يكسب، لكن إذا تواجدت الروح والحماس اللي الفريق متعود عليه والتنافس بين اللاعبين، لديهم مدرب لا يعترف بالأساسي، فلذلك الرائد ما هو فريق السهل. فريق الرائد فاز على الهلال، تعادل مع الشباب، تعادل مع الأهلي، تعادل مع الفتح، فريق ترى قوي. فأتمنى لا يكون هناك استكانة من لعيبة النصر، وأن نشوف يعني لا يتقل الروح والحماس، لأنها هي أهم
عنصر لدى النصر مع ثقافة الفوز اللي تجلت مع كل المباريات القادمة. أتمنى أن إدارة النصر تعي هذه النقاط وتعي الحملة القادمة من قبل الإعلام على أن النصر صار هو المرشح وصار هو بطل الدوري. مهما فرق ترى قدامك مباريات صعبة، كل مباراة قادمة لك زي ما هي للهلال لك هي خروج مغلوب، أنت بما في شك أنك تقدم أفضل مباريات أفضل مستويات في الدوري حتى الآن، لكن يجب عليك المحافظة والسعي واستغلال تأخر الهلال. وعندك مباراة كانت يجب أنك تأخذها عبرة يا لاعب النصر، مباراة العروبة كان بإمكانك تفرق أكثر عن الهلال، فأنت في وضع مباراة العروبة السابقة في الماضية. طيب محمد، النصراويين كيف يشوفون مباراة الرائد خصوصا بعد مباراة الاتحاد والهلال اليوم؟ والله شوف لي أنا متأكد أنا 100% أنه معسكر النصر الليلة أعتقد أنه سعيد وفرحان بالهدية اللي قدمها له فريق الاتحادي اليوم، قدم له هدية أعتقد أنه يتمناها النصر، أنه يتعثر فريق المنافس أو الوصيف اللي هو فريق الهلال. أعتقد الروح والحماس الموجود في لاعب النصر الآن أعتقد يختلف عن السنوات الماضية. أعتقد ما راح يفوت مدرب الفريق أو لاعبين النصر الفرصة هذه أن تقدم على الوصيف بست نقاط. أعتقد ست نقاط هذه تعطيك يمكن 80% أنك تحقق الدوري. صحيح أنه في مباريات صعبة، ولكن زي ما قلنا أن اللعب قدام الهلال غير يختلف قدام النصر، وشفنا مباريات كثيرة الموسم هذا. لكن النصر جميع خطوطه سواء في حراسة المرمى ثلاث حراس سواء عبد الله نزي ولا عبد الله الشمري ولا الحارس الأخير اللي لعب هذا عسيري، أعتقد أنهم كلهم قدموا مستوى طيب. خط الدفاع بقيادة عمر أعتقد أنه مرة ممتاز، يظهر خالد الغامدي وحسين عبد الغني شرحيلي وغالب أعتقد في النص السهلاوي كهداف وحسن الراهب. أعتقد أن النصر متكامل، أعتقد أن الفرصة هذه ما راح يفوتها نادي النصر، لكن لازم أنه يعي ثام لاعب النصر أن المباريات وظروف المباراة بعض الأحيان ممكن تنعكس عليك، أنه هناك ما في السنة هذه فريق صغير فريق كبير. أعتقد الفرق اللي إحنا نسميها اللي تنافس على المراكز الثمانية أعتقد أنها أحرقت الفرق الكبيرة. أنا أشوف المباراة بكرة هي صعبة على النصر كنفسيا أنه تحت الضغط لابد أني أفوز، وبرضه الرائد أنه يتمنى أنه يدخل كأس الأبطال أنه في المركز الثامن. أنا حسب التقرير أنه يقول لا فاز الرائد ممكن يدخل كأس الأبطال، أعتقد هذه فرصة بعد اللاعب الرائد. الرائد عنده يملك لاعبين، عنده حراسة مرمى كويسة كسار، عنده اللاعبين الأجانب مرة ممتازين، عنده لاعب الهداف كاس ولي العهد اللي سجل أكثر من يمكن 4 ولا 5. أعتقد الرائد برضه السنة هذه قاعد يقدم مستوى، لكن المباراة صعبة جدا أنك تقول النصر بيفوز أو الرائد بيفوز، لأن مباريات السنة هذه أعتقد أنه صعب جدا التكهن بنتيجتها. كرهت ما تقول شيء. والله أنا عندي نقطة أبغى أوضحها، أنه البعض الجماهير تقول أنه النصر تعاقد مع مراد الهوم، يعني كيف يتعاقد مع محور وعنده محاور كثيرة. أنا أعتقد إذا كان الاختيار من قبل المدرب فهذا شيء جيد، لسبب أنه فارق النقاط بينك الآن يجب أنك تعمل لكسب المباريات القادمة قبل أنك تقابل فرق كبيرة. ليش؟ لأنك فارق النقاط قد يجعل من المدرب أنه يفعل دور اللاعب، وأهمية جلب لاعب أنه يكون محور مع المحاور الموجودة لديك. فأنت قاعد تقول أبي أحافظ يعني على أقل شيء لا أخسر، أنه يلعب مثلا ثلاثة محاور، يلعب محورين مع وجود مراد. فأعتقد أنه اختيار فرق النقاط هذه يجب أنك تستغلها مع الفرق المتوسطة حتى أنك تأتي المباريات الصعبة وأنت تقدر تقول اختيارك لهذا اللاعب سليم وصائب في ظل فرق النقاط الموجودة لدى الفريق. وهذه نقطة ترى مهمة ونقطة جميلة جدا في اختيارهم. طيب، قد تخدم الفريق في ظل فرق النقاط الموجود في أنك تقدر تغير تكتيكك أو تلعب بطريقة أخرى. خلينا نشوف بطاقة لبقية مباريات الغد. استكمالا للقاءات الجولة 17 من دوري عبد اللطيف جميل السعودي للمحترفين، يلتقي الفتح بالشباب على ملعب الأمير عبد الله بن جلوي بالأحساء، وستشاهدون اللقاء على القنوات السعودية الرياضية.
اللقاء الثاني يستضيف النصر فريق الرائد على ملعب استاد الملك فهد الدولي بالرياض، وستشاهدون اللقاء على القنوات السعودية الرياضية. اللقاء الثالث يستضيف الفيصلي فريق العروبة على ملعب مدينة الأمير سلمان بن عبد العزيز بالمجمع، وستشاهدون اللقاء على القنوات السعودية الرياضية. آخر لقاء سيكون على ملعب النادي الأهلي، يلتقي فيه أصحاب الأرض بالنهضة، وستشاهدون اللقاء على القنوات السعودية الرياضية. طيب قبل ما نروح الفاصل نشوف على تطبيق دوري بلس 90-90 مباراة الاتحاد والهلال. دوري بلس يقدم دوري عبد اللطيف جميل، إليكم 90-90. تاريخيا بين الفريقين في الدوري 6 مرات في الرياض وثلاث مرات في جدة، وكرة للعميد للاتحاد، يا سلام، عمر الذهب ما يصدي، وعمر الانجي، كرة للهلال في مكان سليم لناصر أمام المرمى، ناصر يا سلام، عاد الزعيم، عاد الهلال، عاد البطل. كرة ملعوبة لمحمد قاسم، قاسم بيلعب عرضي، السلام، كرة ملعوبة في مكان سليم للاتحاد، هذه خطرة للعميد، يا السلام، ارتدت للاتحاد، للاتحاد، كرة للمؤلف بيلعب بمكان سليم، يا سلام، من المرمى، الله، لا يمكن يا عميد. عندنا نت مشكلة، مش في التطبيق، حروح الفاصل بعدين. في ختام الجولة 17 الفتح ينازل الشباب، والأهلي يستضيف النهضة، والفيصلي يلاقي العروبة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من الحلقة، كابتن فهد لوريف وكابتن محمد داعي هم ضيفا حلقة الليلة. الفتح والشباب فهد. والله شوف الفتح والشباب السنة هذه أعتقد أن ظروفهم متشابهة، الكل لم يتوقع لا من استعدادات ومن يعني ثاني أتكلم لك على الفتح خاصة. الفتح الحقيقة يبينا حلقة كاملة نتكلم عن الفتح، يعني فريق يحقق الدوري، يحقق بطولتين، و وانك تحقق بطولة الدوري السعودي ثم الموسم اللي بعده تقدم هذه المستويات، اعتقد انها يعني تجعل هناك علامات كثيرة في هذا الفريق. الشباب الحقيقة اعتقد انه اخطأ في كثير من تنقلات لعيبته، وجالس يدفع ما اول الخطأ الكبير لإدارته في انه اعطت برودوم الصلاحية الكاملة، ثم الخطأ الثاني الانتقالات، يعني سواء كانت الهجومية أو الدفاعية، أعتقد أنها أثرت كثير على فريق الشباب. يعني غريبة مثل هذه الأخطاء أنك تطيح بفريق، يعني الكثير كان يتأمل من فريق الشباب أنه يحقق أحد البطولات هذا الموسم، والحقيقة ما حدث يعني كان مفاجئ بالنسبة لي. محمد، يعني هم متشابهين صراحة الفتح والشباب. أعتقد أن الشباب مثل ما قال فهد أنه فعلا فرط من اليوم السنة هذه، فيها مشاكل إدارية، في مشاكل ما بين اللاعبين، وآخر شيء اللي شفنا تصريح وليد عبد الله ومشكلة حسن معاذ، أعتقد أنه الفريق فيه شيء. طبعا لا رئيس النادي خالد البلطان ولا مدرب الفريق قدروا يعالجون المشكلة هذه. شفنا الشباب السنة هذه من بداية الدوري، ما هو من
من الآن أنه فريق مرة فوق ومرة تحت والكل اتفق على الشيء هذا. الفتح بطل الموسم الماضي، أعتقد أنه فرط بلاعبين زي عدنان فلاتة زي ما قلنا بشوين وابو هشهش واللاعب الافريقي قلب الدفاع، اعتقد انه ثلاث لاعبين مهمين جدا يمكن سووا الفارق الموسم الماضي مع الفتح. ربيع السفياني برضو انتقاله للنصر، اعتقد انه الفتح يعاني زي ما يعاني الشباب، ولكن قاعد يحاول الجبالي انه يرجع الفتح اللي الفتح الموسم الماضي، ولكن هذا من الصعوبه جدا انك لما تفقد لك تقريبا اربعه إلى خمس لاعبين على مستوى عالي وهم اللي مساعدينك الفترة السابقة. أنا يمكن أشدنا بإدارة نادي الفتح الموسم الماضي، لكن ننتقدها السنة هذه، لأن لما تفرط أنت بنجوم محقين معك كأس الدوري أعتقد أنه هذه علامة استفهام لإدارة الفريق. لكن مباراة الفتح والشباب صعب جدا أنك تتكهن في النتيجة، لأنه المستوى متقارب، المشاكل واحدة. ان شاء الله نشوف مباراة تمتعنا، يعني تعرف بكره في مباريات النصر والرائد، هذه مباراة مهمة برضه، الاهلي الشباب والفتح. اعتقد انه بيختار المشاهد وش اللي بيشوف، واعتقد ان كل الانظار هتتجه للنصر والرائد. الاهلي والنهضة؟ الاهلي والنهضة طبعا النهضة عارفين ان يمكن من بداية الدوري الى الان هو يقدم مستويات، ولكن انه عنده النواحي الهجومية والتسجيل الاهداف يمكن هذا معدوم. شفنا الفتح كذا مباراة مع الهلال ومع الاتحاد، قصدي النهضة شفناه مع الاتحاد كيف احرج الاتحاد 4-4 وكيف سجل الاتحاد باخر الدقائق، الهلال نفس الطريقة باخر الدقائق. اعتقد ان النهضة يقدم مستوى، لكن يعني ما هناك تخليص للأهداف أو يسجل أهداف، ولهذا أنه دائما أنه تراجع، لأنه مشكلة النهضة أنه اختيار بلاتشي بداية الموسم أعتقد أنه قرار خطأ، لأنه بلاتشي من المدربين اللي يلعبون طريقة هجومية، والنهضة تو صاعد المفروض أنه يلعب على الكرة المرتدة زي ما يلعب الشعل وزي ما يلعب نجران قدام الفرق القوية. الأهلي طبعا عقب الفوز على العروبة يمكن تقريبا أربعة يمكن أعطته دافع، يمكن الأهلي ما راح يفرط بنتيجة المباراة، لأنه لعيبة الأهلي بحاجة للفوز، واعتقد أنه فازوا خارج أرضهم ملعب الصعب، أنا أقول لك الصعب قدام الفريق الصعب اللي هو العروبة، وبأربعة أهداف أعتقد هذا يعطي اللاعبين دافع أنهم يقدمون نتيجة طيبة، لأنهم إذا دخلوا عارفين النهضة أنه بالمركز الأخير أعتقد أن هذه سيحرجهم النهضة، ولكن لعيبة الأهلي هم بحاجة أنهم يفوزون، فازوا نبي نشوف بكرة إيش راح يسوي لعيبة الأهلي ومدرب الأهلي اللي أعتقد أنه علامة استفهام كبيرة. يمكن إذا حصل أي شيء بكرة أعتقد أنه إدارة الأهلي لن ترحم المدرب، ورايح يطير مثل المطار مدرب نجران اليوم. فهد حبيب محمد ما خلى لي شيء، لكن خلينا نجيبها أني كنت أتمنى أنه الاجتماع اللي حدث مع رمز الأهلي صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن عبد الله أنه يكون مبكر أكثر من كذا، لأنه أعتقد اللي حدث في الأهلي، أنا اليوم يعني الحقيقة فرحت لعودة الاتحاد، كنت أتمنى أن الدوري لا يكون ينحسم من بدري بين النصر والهلال، كنت ودي أشوف الاتحاد والأهلي عشان كذا تصير يكون صحيح دورينا أقوى دوري، ونشوف عطاءات ومستويات مثل اللي شفناه اليوم مثل اللي نشوفه. كنت أتمنى لهالاجتماع أنه يعني كان قبل هالمدة، لكن أعتقد أن تأثير هذا الاجتماع والحراك اللي صار في الأهلي وفي الاتحاد أعتقد أنه سيكون متقارن، هناك فرق بين الأهلي والنهضة، أنا أعتقد فرق لا فنيا ولا إمكانيات ولا قدرات حتى داخل الملعب. لذلك أنا أقول أنه المباراة أعتقد مع هذا الاجتماع أن أكبر مكافأة له أنه يقدموا مستوى كبير نادي الأهلي ويهدوه لرمز الأهلاوي. متودك يا فهد أنه يرجع الأهلي والاتحاد وضع المتصدر النصر؟ إي والله ودي أعتقد والله محمد بدك جميع الفرق تطيح إلا النصر، عشان موضوع أن النصر نتصدر هذه كلها بيتصدر حتى لو رجع النصر، هذا النصر يفوز على الأهلي وكذا، لكن ودي أن الدوري يكون قوي، لا تجي مثل الموسم الماضي ويطلع لك فريق، بس النصر كمله والله حلاوة الكرة السعودية بوجود هذا الأربعة. معليش كم النصر ما حقق بطولة الدوري؟ حتى الاهلي ما حقق، انا لو الهلال ما حقق له 19 سنه و20 سنه واتمنى الفرق انه يطلع كل فريق، اهم شيء فريق يحقق بطوله الدوري، يطلع السنه هذه النصر السنه الجايه الاهلي يطلع الاتحاد، ترى شيء حلو
إيه بس السنة يعني هذه أنت. وأعتقد إن في ظل هذا الانفتاح. جاملت أنت جاملت. ظل هالمعلومة. أنت جاملت أنت. في ظل هالانفتاحات خلاص راح زمان. لا لا أنت جاملت كثير. أنا شوف. أنت أعطيت رشدت أن تقول الاتحاد. ختام الحلقة فهد محمد. قبل ما تختم قبل ما تختم أنا عندي نص دقيقة. عندي نص دقيقة. عندي نقطتين. نقطتين في نص دقيقة. في نص دقيقة. بسرعة طيب. أول شيء أنا الموضوع قصات الشعر. اليوم أنا شفتها في مباراة الاتحاد والهلال. في مباراة اللاعب اللي طلع اليوم الشعلة وخذ كرت. يعني قصة غريب قصات غريبة أعتقد الانتقائيات اللي تأتي مرات في بعض المباريات ما نتمناها في أنها تصير طيب. في الدوري السعودي هذا زي ما حدث في مباراة النصر وال النقطة الثانية النقطة الثانية نسيتني والله أنا ما أدري طيب. شكرا لك نزيد والله نزيد هي كانت مهمة قصة خلنا يا أخي لا 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 عشان انتقي شكرا فهد شكرا لك محمد شكرا جزيلا لك لا تذكر بسرعة ما تخلوني لا تذكر ورد لك ترى ثانوي شكرا لك محمد شكرا موعدنا غدا 11:30 وضيفنا في حلقة الغدا الأستاذ منصور البلوي رئيس نادي الاتحاد الأسبق في أمان الله